العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيه. عراقيل ترامب قبل تسليم السلطة، مسؤولون يكشفون عن أن الرئيس الأمريكي قدم استفسارات لإدارته بشأن توجيه ضربة محتملة إلى إيران، والناتو يحذر من تبعات سيناريو انسحاب القوات الأمريكية غير المدروس من أفغانستان. رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن استئناف الاتصالات مع إسرائيل بعد تلقي السلطة ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات بين الطرفين. تيغراي اشتداد المعارك في ظل تحذيرات أممية. رئيس وزراء إثيوبيا يقول إن العملية في الإقليم ستدخل مرحلتها النهائية خلال أيام، والأمم المتحدة تقول إن عدد الفارين من المعارك بلغ أكثر من 27,000. أهلا بكم، وبداية نشرتنا من الولايات المتحدة مع مواصلة الرئيس الأمريكي تصريحاته الرافضة تسليما سلسا للسلطة ومساعي جو بايدن إلى التغلب على الصعوبات المتعلقة بالانتقال الرئاسي. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب تداول مع إدارته إمكانية توجيه ضربة إلى إيران، لكن المسؤولين في الإدارة أقنعوه بعدم القيام بذلك. في السياق نفسه، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من الانسحاب المبكر لقوات الحلف من أفغانستان بعد تصريحات الإدارة الأمريكية باعتزامها سحب عدد من قواتها منها. بطة عرجاء، وصف أمريكي للرئيس حين تشارف ولايته على الانتهاء. نفوذه يتضاءل ويتقلص مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب. الأمر ليس كذلك مع رئيس امتهن الخروج عن المألوف. ترامب ما يزال يرفض الإقرار بهزيمته ويعرج في آخر أيام إقامته في البيت الأبيض. على الرغم من أنه يقضي معظم وقته يمارس رياضة الغولف أو يغرد عبر تويتر عن غش وتلاعب انتخابي دون أي دليل، إلا أن ترامب يريد أن تكون الأسابيع القليلة المتبقية مثيرة للجدل كعهده. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن الرئيس الأمريكي سأل مستشاريه عن خيارات لاستهداف إيران، جوابهم كان التحذير من القيام بأي خطوة لضرب منشآت طهران لما قد تسببه تبعات خطيرة على المنطقة. مصادر الصحيفة الأمريكية أكدت أن ترامب لا يزال يدرس سبلا لمهاجمة مصالح إيران وحلفائها. سياسة الأرض المحروقة قد تجد في اليمن موطئا، حيث أن ترامب يعتزم إدراج جماعة الحوثي على لائحة الإرهاب بحسب ما ذكرته مجلة فورين بوليسي. رغم معارضة البنتاغون لهذه الخطوة، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي تريد الإسراع بها، والهدف قد يكون عرقلة عمل إدارة بايدن فيما يتعلق بالملف اليمني. قرارات ترامب المتخبطة جل همها تعطيل سلاسة التسليم بينه وبين بايدن دون الاكتراث بمآلات ذلك داخل البيت الأبيض وخارجه. ترامب يريد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان غير آبه بتحذيرات التسرع في القيام بهذه الخطوة. الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ نبه من التكلفة الباهظة لسحب القوات غير المدروس، لافتا إلى أن تنظيم الدولة قد يتخذ من الأراضي الأفغانية مركزا له بعد خسارته في سوريا والعراق. الخسارة صعبة جدا بالنسبة لي، كلمات قالها ترامب عشية اليوم الانتخابي، وأفعاله منذ ذلك الوقت تثبت أنه تقصد كل كلمة. نرجسية سياسية تفكيرها آني، أو لربما الإصرار على أسلوب التعنت والعجرفة ضمان لجذب أنصاره في انتخابات عام 2024.
نبقى في الشأن الأمريكي، إذ حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من أن تأخر إجراءات انتقال السلطة يعيق الإجراءات الضرورية للسيطرة على وباء كورونا. وبايدن أكد أيضا وشدد على أنه لن يكون هناك إنقاذ طويل الأمد للاقتصاد من غير السيطرة على الفيروس. ويتابع بايدن تشكيل إدارته الانتقالية. أيضا أشار التقارير إلى أن كبار قادته من حملته الانتخابية مرشحون لتولي مناصب داخل البيت الأبيض. لا يزال ترامب عالقا عند تاريخ 3 نوفمبر الماضي، في حين يتطلع بايدن إلى ما بعد 20 يناير المقبل. وكيف يقنع الرئيس المهزوم في الانتخابات باتخاذ إجراءات فورية تخفف من وطأة تفشي جائحة كورونا وحياة نحو 200,000 أمريكي على المحك، واقتصاد يعاني فقدان ملايين الوظائف سيرثه في يناير؟ الرئيس المنتخب جو بايدن تشاور مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية وقادة العمل، أكد أنهم أبدوا استعدادهم للتعاون لإصلاح الاقتصاد الأمريكي الذي ضربه الوباء. لكن كل هذا يبقى رهن انتقال سلس للسلطة يغيب بغياب إقرار الرئيس دونالد ترامب الهزيمة. 4,000 تعيين لمناصب سياسية على الرئيس المنتخب إجراؤها، منها 1,200 يتطلب موافقة مجلس الشيوخ. والمفارقة أنه تحدث إلى قادة أجانب أكثر من جمهوري الكونغرس الأمريكي. فقط 4 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ هنأوا بايدن بالفوز، بينما صقور الجمهوريين قالوا إن الانتخابات لم تحسم. بايدن يواجه انتقال السلطة الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث. التمويل الفيدرالي للرئيس القادم ليس ميسرا، ولا تصله الإجازات الرئاسية اليومية بعد، كما أن فرصة التسليم السلس بين الإدارات الحكومية تتضاءل. تعصف جائحة كورونا بالبلاد وتضرب أرقاما قياسية في عدد الإصابات، بينما لعب ترامب الجولف 2 في عطلة نهاية الأسبوع، ولا يزال يحتج على نتائج الانتخابات على تويتر. في مقابلة تلفزيونية شبه الرئيس السابق باراك أوباما سلوك ترامب بسلوك طفل حين يخسر في لعبة ما يتهم الآخرين بالغش. أوباما كما كثير من الديمقراطيين يحذرون من خطر تعثر المرحلة الانتقالية وسط أزمة اقتصادية وقضايا تمس الأمن القومي. الانتقال السلس للسلطة أحد ملامح القوة في الديمقراطيات، قد يتحول نقطة ضعف في واشنطن بينما تواجه تحدي جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي. ويتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم إحاطة أمنية من خبراء مستقلين في خطوة للتغلب على الصعوبات المتعلقة بالانتقال الرئاسي بحكم عدم تعاون إدارة الرئيس دونالد ترامب. وكان الرئيس ترامب قد رفض منح تفويض للرئيس المنتخب للحصول على إحاطات أمنية واستخبارية على نحو منتظم وفق ما جرت عليه العادة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وينضم إلينا من واشنطن مراسلنا زيد بنيامين. أهلا بك زيد. إذا ترامب يفكر في كيفية الرد على تقرير الوكالة البرية حول مضاعفة حجم اليورانيوم المخصب ب 12 مرة عما هو مسموح به. ما تفاصيل الاجتماعات المسربة بين ترامب وإدارته، وإمكانية فعلا ما يفكر به ترامب حول توجيه الضربة؟ نعم طبعا، ما زالت كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة. يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أن الرئيس قام بتغيير وزارة الدفاع، قيادات وزارة الدفاع، وأبدلها بمجموعة من الموالين من مجلس الأمن القومي، وهم أغلبيتهم صغار السن ويطيعون الرئيس بصورة كبيرة. الاجتماع الذي تتحدثين عنه عقد ليلة الخميس، وكانت الفكرة هو استهداف معسكر أو موقع نطنز الخاص ب يعني الانتاج او البرنامج ايران النووي. حتى الان الرئيس لم يستبعد استخدام الخيار العسكري وان كان محدودا، من خلال ربما استهداف عدد من الميليشيات التابعه لايران في العراق، او القيام بحمله عسكريه في سوريا او لبنان. كل هذه الخيارات مطروحه، ولكن الفكره الرئيسيه ان الرئيس ترامب كان يبحث عن رد محدود حتى الان. الفكره ايضا ما اثار ربما
ربما التعجب والاندهاش هو معارضة مايك بومبيو لهذه الضربة. يعني الكثيرون كانوا يتوقعون أن مايك بومبيو يعد من الصقور الذين يعني يدفعون دائما باتجاه قصف إيران واتخاذ ربما إجراءات قوية تجاه طهران، ولكن في هذا الاجتماع كان بومبيو أكثر حذرا ودعا الرئيس لكي يكون أو لكي يستبعد خيار المواجهة المباشرة مع إيران خوفا من ردة فعل في المنطقة قد لا تستطيع الإدارة الأمريكية، وطبعا أمامها تقريبا 60 يوما من معالجة مثل هذه المواجهة. نعم صبا. طيب أيضا زيد، يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إحاطة أمنية من خبراء مستقلين، هل لهم علاقة بإدارة ترامب أو بأي مؤسسة يعني يعملون في الحكومة؟ نعم صبا، طبعا الرئيس جو بايدن أو الرئيس المنتخب جو بايدن يتبع أسلوبا جديدا من أجل تجاوز العقبات التي يضعها الرئيس ترامب. طبعا الرئيس جو بايدن وجه كل موظفيه بعدم التواصل مع أي موظف في إدارة ترامب حتى 20 يناير المقبل، ولكنه في نفس الوقت يواصل الاتصال بالمسؤولين القدامى أو المستقيلين من إدارة ترامب في محاولة لقراءة ما يحدث داخل هذه الإدارة. ولو أن محاولة القراءة بحد ذاتها يعني تحدي كبير للرئيس جو بايدن، بالأخذ بنظر الاعتبار يعني أننا أمام رئيس لا يمكن توقع ما يفكر به، وكذلك إدارته تتحرك يعني بشكل فوضوي على أكثر من ملف. ولكن هو يريد أن يطمئن يعني الأمريكيين بشكل خاص من أنه يعني يحاول معرفة ما تفكر به الحكومة الحالية من خلال الاعتماد على اتصالات المسؤولين القدامى. نعم صبا، شكرا لك جزيلا زيد بنيامين مراسلنا من واشنطن. أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية استئناف العلاقات مع إسرائيل بعد تلقي الجانب الفلسطيني ورقة من تل أبيب تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات مع الجانب الفلسطيني. وفي سياق متصل قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسن الشيخ في تغريدة على تويتر، قال إن مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود إلى سابق عهده على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل. وينضم إلينا من رام الله مراسلنا عميد شحادة. عميد، إذن عاد التنسيق الأمني، ما السياق ما الأسباب؟ نعم صبا، عاد التنسيق الأمني في أكثر من شق، التنسيق المدني والتنسيق العسكري والتنسيق الأمني، عندما تعلن السلطة الفلسطينية عن عودة الاتصالات والعلاقات مع إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل أيار الماضي، عندما أوقفت السلطة الفلسطينية هذه العلاقات وقالت إن هذه الاتفاقيات معلقة بسبب خطة الضم الإسرائيلية ونية إسرائيل تطبيق خطة الضم وصفقة القرن وما إلى ذلك. عندما تعود السلطة عن هذا القرار يعني أن التنسيق الأمني والمدني والتنسيق العسكري عاد إلى حالة طبيعته. السياق أنه في الخامس من هذا الشهر وقعت السلطة الفلسطينية على استلام أموال المقاصة من إسرائيل، وهي للمرة الأولى توافق على استلام أموال المقاصة منذ شهر أيار الماضي، ولكن وزير الخارجية الإسرائيلي كتب أنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تسلم أموال المقاصة وأن تعيد التنسيق الأمني، وهو ما قال عنه محللون أنه نوع من الابتزاز سياسي. ولكن عودة السلطة الفلسطينية في هذا الوقت بالتحديد قبل وجود اجتماع أمريكي بحريني إسرائيلي من أجل مناقشة التطبيع العربي، وفي هذا الوقت بالتحديد الذي حذر فيه رئيس الوزراء الفلسطيني من 10 أسابيع لهجوم استيطاني مستغلين وجود ترامب في الحكم، جاء غريبا وتفاعل معه الشارع الفلسطيني بشكل كبير، أنه لماذا كان كل هذا الحرد السياسي منذ البداية إذا كان سيتم العودة عنه بهذه الطريقة المفاجئة. ولكن يقول رئيس الوزراء الفلسطيني وكذلك وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أن هناك اتصالات والتعهدات من إسرائيل بأنها ستلتزم بالاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني، وهو فعليا ما يتناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين فلسطينيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الذي قال إن هناك هجمة استيطانية وعدم التزام بهذه الاتفاقيات. هذا الحديث كان بالأمس. نعم عميد، بالطبع سوف نتابع تطورات هذا الخبر شعبيا ورسميا معك في نشرات لاحقة. شكرا لك عميد شحادة من رام الله.
تعيش 12 عائلة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة خطر الإخلاء من منازلها بعد حكم أصدرته المحكمة الإسرائيلية بادعاء ملكية الأرض ليهود قبل عام 1948. وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت فعليا 13 عائلة تقيم في الحي على إخلاء منازلها خلال السنوات الماضية. في قلق وخوف مستمرين تعيش عائلة الصباغ. لا يشعر أفرادها البالغ عددهم 32 فردا من بينهم أطفال بالأمان. مستقبل هذه العائلة بلا مأوى بعد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية إخلاء منزلهم نهاية نوفمبر تشرين الثاني الجاري بدعوى ملكية الأرض اليهود قبل العام 1948. احنا عايشين في وضع مأساوي، عايشين في وضع مش عارفين حالك من نسوي وبنا نروح إلى من حق يطلب أملاكهم، أما إحنا ما عندنا حق نطلب أملاكنا. هاي العنصرية الموجودة عندهم هذا موت بطيء. سبع عائلات أخرى من حي الشيخ جراح تسلمت أوامر بإخلاء منازلها خلال الشهرين الماضيين. 90 فلسطينيا يتهددهم قرار الإخلاء. عائلة نبيل الكرد التي تسكن هذا البيت منذ خمسينيات القرن الماضي واحدة من هؤلاء. واللي حاصل إنه الهجوم كله على الحي، صحيح بيختاروا تنين تنين أو خمسة أو ثلاثة أو سبعة، لكن هم بدهم الحي. سكنت هذه العائلات حي الشيخ جراح بموجب اتفاق جرى بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بتسكين 28 عائلة لاجئة مقابل تخلي هذه العائلات عن بطاقات الإغاثة لصالح وكالة الغوث. ومع احتلال القدس الشرقية ادعى المستوطنون الإسرائيليون ملكية هذه الأراضي. المحكمة المركزية طول الوقت هي ترفض نقاش موضوع الملكية، وطبعا حسب الوثائق وحسب الوقائع المستوطنين ليس لديهم الأوراق الكافية أو اللازمة لإثبات الملكية. محاكم عديدة وصراع قضائي طويل خاضته عائلات حي الشيخ جراح لأكثر من 3 عقود، لكن المحاكم الإسرائيلية أخلت بشكل فعلي 13 عائلة والباقي ما زال في الانتظار. 12 عائلة في حي الشيخ جراح يهددها خطر الإخلاء من منازلها، لا سيما أن هذا الحي يتعرض لمحاولات للتهجير منذ عدة سنوات لصالح إقامة مشاريع استيطانية. أحمد جردات، العربي، القدس. أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد انتهاء مهلة الأيام الثلاثة الممنوحة لقوات جبهة تحرير شعب تيغري لوقف القتال، وتوعد في منشور على فيسبوك أفراد قوات الجبهة برد حاسم قائلا إن العملية العسكرية الجارية ستدخل مرحلتها النهائية في الأيام المقبلة. وفي السياق نفسه أصدر النائب العام الأثيوبي قرارا بتجميد الحسابات البنكية ل 34 مؤسسة مالية تابعة لجبهة تيغري. أزمة إنسانية واسعة النطاق ترتسم عند الحدود بين إثيوبيا والسودان بعد فرار آلاف الأشخاص يوميا بسبب العملية العسكرية الجارية في إقليم تيغري. ومن الحدود السودانية الإثيوبية ينضم إلينا مراسلنا شيبة الحمد عبد الرحمن. مرحبا بك شيبة الحمد، هل لك يعني أن تنقل لنا الصورة لديك في الحدود ويعني مع هجرة آلاف الأشخاص إلى السودان يوميا على خلفية النزاع في إقليم تيغري؟ نعم، أنا الآن في معسكر هشابة، وهو معسكر يستوعب حوالي 9000 لاجئ دخلوا إلى الحدود السودانية هربا من النزاع القائم والصراع في إثيوبيا. هذا نهاية يوم طويل بالنسبة لهؤلاء اللاجئين الذين قضوا في انتظار شيء لا يعرفونه، ولكن يتمنون أن يضع حدا لمعاناتهم. وأيضا كان في ذات اليوم تسجيل للاجئين الذين حضروا من قبل مفوضية اللاجئين. هناك نقص كبير بالنسبة للاحتياجات التي يحتاجها هؤلاء اللاجئين في الغذاء، في المأوى، في الرعاية الصحية. لا يوجد طبيب في هذا المعسكر الذي يحتوي على 9000 شخص. وصلت اليوم للتو 3 شاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي لمقابلة احتياجات 9000 شخص في هذا المعسكر. وجود هذا العدد الكبير
في هذه البلدة أو قرية ثمانية يشكل ضغط أيضا على الاحتياجات التي يحتاجها السكان في هذا المكان، ولكن كان السكان هنا قد قدموا معونة كبيرة جدا للاجئين. ينتظر أن تتحرك منظمات المجتمع الدولي خصوصا في هذا التوقيت الصعب الذي يمكن أن تتفجر فيه الأوضاع في إثيوبيا بصورة أوسع، وبالتالي تتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى السودان. بالأمس زرنا منطقة حمدايت وهي منطقة حدودية أيضا شهدت تدفق كبير من اللاجئين، ورصدنا أبرز مشاهد هذه القرية، قرية حمدايت، في هذا التقرير، نتابع معا. هنا حمدايت، مثلث الحدود السوداني الإثيوبي الإريتري، مسرح معاناة قرابة 20,000 لاجئ عبروا النهر إلى السودان طلبا للحماية. أوضاع صعبة تضغط على إمكانيات هذه البلدة الصغيرة. الوضع للآن مأساوي جدا جدا، الناس دي مما وصلوا للآن ما في مظلات، حتى عندهم مشكلة ذاته في الأكل، يعني الأكل يا دوب حلوه تقريبا أمس، في يعني في استجابة بطيء، ما في سرعة استجابة من المنظمات. وفي مراكز استقبال وإيواء اللاجئين القلق سيد الموقف. أسئلة كثيرة تحاصر اللاجئين الوافدين حديثا، أسئلة عما يدور وراء الحدود، وأخرى عن سبب صمت منظمات دولية. الناس محتاجة لمأوى، الناس قاعدة في الشمس ومحتاجة للغذاء، يعني أنه الغذاء الموجود غير كافي. الدعم حاليا كل الموجود كنت شايفه ده أنه ده من, من, من السكان حمدايت ومن محلية الدلحليو ومن بعض المنظمات الوطنية من كسلة. ومع سوء الأوضاع في مخيمات اللجوء تبرز خشية لدى هيئات الإغاثة من موجات لجوء متجددة، خاصة مع تواصل القتال في إقليم تيغراي. للمعاناة فصول لم تكتمل بعد لدى هؤلاء اللاجئين، فبالرغم من وصولهم السودان منذ اندلاع الحرب في إثيوبيا، إلا أنهم ما زالوا يفتقدون الدعم الأممي الذي قد يخفف عليهم أزمتهم. شيبة الحمد عبد الرحمن، التلفزيون العربي، منطقة حمدايت، المثلث الحدودي بين السودان وإثيوبيا وإريتريا. إلى ملف كرباخ، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إنه لن يكون هناك أي تفاوض بشأن الوضع القانوني لكرباخ، مؤكدا أن وحدة أراضي أذربيجان ليست محل تفاوض. وفي السياق نفسه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق إنهاء الحرب. في ثوب المنتصر، هكذا أراد إلهام علييف مخاطبة العالم. زيارة تحمل أكثر من دلالة، خطوط التماس فاذولي وجبريل في محيط إقليم كرباخ، يرفع الرئيس الأذربيجاني علم بلاده في مسرح الحرب. هنا غادر آخر جندي أرميني أرض المعركة، وللمشهد في تجلياته رسالة. في الأثناء العلم الروسي بات حاضرا، جنود روس في دوريات حفظ السلام، منظومات عسكرية روسية تنشر تباعا في 7 مواقع وفق اتفاق إنهاء الحرب. في البداية اعتقدنا أن الأمور ستكون صعبة على الأرض، كنا على استعداد لمجابهة أي سوء فهم أو أي من السلوكيات الاستفزازية. لحسن الحظ مخاوفنا كانت في غير محلها، استقبلنا استقبالا جيدا. في الكريملين خطوط حمراء ترسم، ومراجعة اتفاق السلام خارج الأجندة. في أنقرة، أولى طلائع الجيش التركي تنتظر الضوء الأخضر للانتشار في أذربيجان. رمزية التاريخ وروابط الجغرافيا، خط ساخن على محور أنقرة وموسكو لتسيير دوريات مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، معطيات أعادت نفض الغبار عن قصة وجود تركي حارب البلاشفة على أرض أذربيجان قبل 100 عام لإحلال السلام. صمت المدافع فرض قواعد سلام تحمل توقيع المنتصر. في الأرجاء جراح لم تندمل ومآس تروى، تبادل جثث القتلى يتواصل.
جنود في تعداد المفقودين وأرشيف الذكريات الأليمة يفتح. هي مخلفات حرب لم يزد الستار على آخر حلقاتها بعد. وينضم إلينا موفدنا إلى باكو عدنان جان. أهلا بك عدنان. إذن عليف يقول بأنه لن يكون هناك أي تفاوض بشأن الوضع القانوني لكاراباخ. هل لأرمينيا أي مداخل في هذا الشأن حتى يطلق عليف تحذيراته وخطوطه الحمراء؟ نعم صيبة، في الحقيقة اليوم كان هناك تصريحات للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال زيارته مدينتي فضولي وجبرائيل اللتان استعادهما الجيش الأذربيجاني مطلع هذا الشهر بعد معارك عنيفة مع القوات الأرمينية. قال بأن بلاده لن تسمح بفرض أي أمر واقع في إقليم كاراباخ، وقال بأن مسألة الوضع القانوني لإقليم كاراباخ أصبح من الماضي وهي الآن باتت جزءا من الأراضي الأذربيجانية. وجه انتقادات حادة في الحقيقة إلى القوات الأرمينية التي تحرق المنازل وتدمر المباني الحكومية والسكنية، وإلهام علييف وصف تلك الأفعال بأنها أفعال بربرية تقوم بها القوات الأرمينية، وقال بأن بلاده سوف تحاسب الجانب الأرميني أمام المنظمات الدولية وسوف تطالب بدفع تعويضات حيال هذه الأعمال التي تقوم بها في المدن التي تنسحب منها. من المفترض صبا أن يكون هناك انسحاب في 25 من هذا الشهر من مدينة كالباجار، وبعد 3 أيام أي في 20 من هذا الشهر سوف تنسحب القوات الأرمينية من مدينة أغدام وتسليمها للقوات الأذربيجانية. السلطات الروسية بدأت بالفعل بنشر الجنود الروس في داخل إقليم كاراباخ. 18 نقطة مراقبة أنشأها الروس في داخل الإقليم، 9 نقاط في المحور الشمالي و 9 نقاط أخرى في المحور الجنوبي. أيضا عمليات تبادل الجثث ما زالت متواصلة منذ التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار. الصليب الأحمر الدولي هو من يقوم بعمليات تبادل الجثث بين القوات الأذربيجانية والأرمينية. اليوم تم تبادل 200 جثة من كلا الطرفين في محاولة من كلا الجانبين لتثبيت أو تطبيق بنود اتفاقية وقف إطلاق النار. ربما هناك ضغوطات من قبل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لتغيير بعض بنود الاتفاقية. غدا صبا سوف يكون هناك وفد من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا سيتوجهان إلى العاصمة الروسية موسكو لبحث بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، وهي 9 بنود. وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تضغطان على الجانب الروسي من أجل تغيير بعض البنود، بنود هذه الاتفاقية. لكن هنا في أذربيجان السلطات في باكو تؤكد بأن بنود هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها ولن يتم التطرق إلى أي تغيير سواء في الوضع القانوني لكاراباخ أو فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية 9. شكرا لك جزيلا عدنان جان من باكو. العرب اليوم مستمر وفيه بعد الفاصل. فرنسا تسعى إلى وقف استخدام أئمة مساجد من الخارج وتدرب أعدادا أخرى في كلياتها للعلوم الإسلامية لمحاربة التطرف. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، التحالف السعودي الإماراتي يشن أكثر من 25 غارة على محافظات مأرب والجوف وصعدة. أيضا في السياق اليمني سقط عدد من القتلى والجرحى من القوات الحكومية ومن عناصر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في تجدد المواجهات العسكرية في محافظة أبيان جنوبية اليمن. واندلعت المعارك شرقية زنجبار بعد مغادرة فريق لجنة الوساطة السعودية المكلف بالإشراف على عملية وقف إطلاق النار.
واتهم مقاتلو الانتقالية القوات الحكومية بالهجوم على مواقعهم العسكرية في منطقتي الطرية والشيخ سالم بالدبابات ومدافع الهاون. التعزيزات العسكرية لا تتوقف والاشتباكات تستمر بدورها بين قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والقوات الحكومية. جبهتا الطرية والشيخ سالم بمحافظة أبيان جنوب اليمن هما الأكثر اشتعالا بين الطرفين. المعارك المستمرة قتلت وأصابت العشرات، والانتقالي مصمم هذه المرة على طرد القوات الحكومية كما يقول: سنصد كل ما بوسعنا من قوة وأصرار على هذه التربة الغالية علينا، ونصد يعني جميع الضربات. مشاورات طويلة الأمد بين الانتقالي والحكومة لم تفضي إلى نتائج قابلة للتطبيق، فالحكومة ترى أن العربة وضعت قبل الحصان في تنفيذ الشق السياسي قبل الشق العسكري من اتفاق الرياض، ويخشى مراقبون أن يكون الوضع في اليمن قد وصل مرحلة خرج فيها عن قدرة السيطرة عليه مع تشابك مصالح إقليمية ودولية في البلاد. الحرب الذي تحصل مؤشرها الخطير أن الأمر خرج بالدرجة الأولى من يد اليمنيين، وأصبحوا اليمنيين اليمن مجرد يعني أرض قتال، واليمنيين أدوات في هذه الحرب في الشمال وفي الجنوب، وأيضا بدأت تخرج من يد اللاعب الإقليمي لأنها الطرف الأساس أيضا كان في هذه الحرب. ويشهد شمال اليمن معارك وصفت بالعنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية في محافظتي مأرب والجوف، وشنت طائرات التحالف سلسلة من الغارات استهدفت مواقع الحوثيين في هاتين المحافظتين. نبيل اليوسفي، العربي، صنعاء. لليوم الرابع على التوالي تتواصل حركة التنقل والشحن عبر معبر القرقرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا. وفي الأثناء تواصل قوات من الجيش المغربي بناء حاجز رملي وحجري على طول الطريق الفاصل بين البوابتين الحدوديتين لتأمين حركة سير الشاحنات. والحاجز الرملي والصخري الذي أقامته على عجل القوات المغربية في محاولة منها كما تقول من أجل ضمان سيابية حركة الأشخاص والبضائع من هنا من المعبر الموريتاني باتجاه المعبر الذي شيدته المغرب في تسعينيات القرن الماضي في الشطر الجنوبي من الجانب التابع لسيادة الرباط من منطقة الصحراء الغربية. هذا الحاجز طوله 3 كيلومترات. خلف هذا الحاجز، طبعا هذه هي المسافة الفاصلة ما بين البوابتين، خلف هذا الحاجز هناك خندق. هذا الخندق يزرع الآن بالألغام ربما من طرف هذه وحدات الجيش، لا أدري إن كانت الكاميرا تشاهد وحدات الجيش هناك. هذه المنطقة تزرع الآن بالألغام وستضرب حولها الأسلاك الشائكة. تعرف هذه المنطقة بمنطقة قندهار نسبة إلى مدينة قندهار الأفغانية. يقول المغرب إنها ظلت خارجة على سيادة القانون منذ نحو 30 عاما. تنشط في هذه المنطقة عمليات التهريب، تهريب الأشخاص، تهريب السيارات، تهريب البضائع، ويقول المغرب كذلك إنها بؤرة لبيع المخدرات. هذه المنطقة لا يكسر صمتها في الوقت الحالي سوى سماع أصوات هذه الشاحنات التي تعبر بالاتجاهين وأصوات الآليات العسكرية التي تمشط المنطقة، فضلا عن أصوات الطوافات التابعة للميرسو التي تتجول في سماء هذه المنطقة. محمد عبد الله ممين، العربي، القرقرات، الصحراء الغربية. تمضي السلطات والهيئات الإسلامية في فرنسا بالعمل على مشروع لتدريب أئمة على الطريقة الفرنسية، وذلك لوقف استقدام أئمة من الخارج. في منطقة مورفان وسط شرقي فرنسا تقوم واحدة من كليات العلوم الإسلامية القليلة في البلاد بتدريب رجال الدين المسلمين على الطريقة الفرنسية، والهدف منه مكافحة التطرف بحسب السلطات. في قرية نائية وسط فرنسا تقع كلية كانت الأولى من نوعها في البلاد،
كلية لتدريس العلوم الإسلامية. معهد يضم 200 طالب لتخريج أئمة على الطريقة الفرنسية. في هذا التخصص أنا ملزم بمراعاة القانون الفرنسي، لأن علينا أن نجد توازنا، أي أن الفقه الإسلامي يقدم لنا قراءات عديدة، ونحن ندرس القراءة التي تنطبق على وضعنا حسب القانون الفرنسي في أمور مثل الطلاق مثلا. هذا هو ما ننقله إلى الطلاب. المعهد الذي أسس عام 1992 يتبع نهجا بدأه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران وصار ماكرون على خطاه، نهج لتدريب أئمة وفق معايير وقيم فرنسا العلمانية، أئمة يتحدثون لغة شارعها. النهج الراديكالي يقوم على أفكار ممنهجة، لذلك لا يمكننا القول أن التطرف ليس جيدا، هذا وحده ليس كافيا، علينا اتباع نهج أكثر دقة يفسر كل النقاط واحدة تلو الأخرى من أجل حماية شبابنا وأئمتنا المستقبليين من التحول إلى التطرف. ياسر حوبس المتحدر من جزيرة موريشيوس اختار هذا المعهد لاستكمال دراسته. من الضروري حقا أن يشارك كل مسلم في التعلم تعلما صحيحا وفي نقل الرسالة الصحيحة للإسلام، وعدم السماح للمتطرفين بالتأثير في المعنى الحقيقي للإسلام، لقد زوروا الإسلام. يأتي هذا في الوقت الذي تسرع فيه السلطات الفرنسية مشروع تدريب أئمة فرنسيين، بعدما قرر ماكرون وقف استقدام الأئمة وإنهاء خدمة أئمة المبتعثين من تركيا والمغرب والجزائر، أئمة تراهم فرنسا من خارج الصرب في البلد الذي يعد الإسلام فيه الديانة الثانية. وينضم إلينا من باريس مراسلنا محمد الحاجي. مرحبا بك محمد، هل لك أن تعطينا تفاصيل أكثر حول هذا المشروع الفرنسي بتدريب أئمة مساجد فرنسيين ووقف استقدام أئمة من الخارج والأسباب حول هذا المشروع؟ نعم ماجد، هذا الوعد كان قد قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه الشهير في 2 أكتوبر الماضي، الخطاب نفسه الذي قال فيه بأن الإسلام يعيش أزمة في العالم. في الحقيقة هناك إلى حد اليوم آلية استخدام الأئمة الفرنسيين من الخارج، أئمة لفرنسا من الخارج من الجزائر ومن المغرب ومن تركيا. ماكرون قال في خطابه بأن هؤلاء في الغالب لا يتحدثون الفرنسية ولا يعرفون شيئا عن المجتمع الفرنسي، وبالتالي سوف يتواجهون في فرنسا مع طلاب علم، طلاب دين لا يتحدثون العربية الفصحى، وبالتالي هناك بون واسع بين الطرفين مما سيجعل الأئمة يملون هؤلاء بما يريدون، وبالتالي هؤلاء مبتعثون من الخارج من دول ليس لها علاقة طيبة مع فرنسا، خاصة هنا عندما نتحدث عن تركيا، وبالتالي يريد وقف تمويل هؤلاء ماديا من خارج فرنسا، ويريد أيضا أن يكون هناك أئمة جدد في فرنسا يعرفون ويعلمون و يقرؤون عن العلمانية، يعيشون في مجتمع علماني، يتحدثون الفرنسية لإيصال الرسائل بسهولة إلى الطلاب، وأيضا تلقي الرسائل بسهولة من الحكومة الفرنسية. المجلس الإسلامي الأعلى في فرنسا هنا وهو المتحدث الرسمي في وجه الحكومة الفرنسية قبل بهذه الشروط ويشجع عليها، وبالتالي بدأ بإعداد الخطة للمستقبل من أجل تكوين هؤلاء الأئمة في فرنسا، أئمة مسلمون لكن بنكهة فرنسية. هناك العديد من التحديات، ليس من السهل تكوين أئمة في فرنسا كما تريد فرنسا، وبالتالي قيل في أحدى الصحف بأنه ليس من السهل أن تجعل من الطبيب طبيبا في يومين، إذن المسألة أعمق من ذلك، تتطلب الكثير من الوقت والتحديات، وأهمها أن هناك أن يكون هناك تصالح مجتمعي بين الحكومة الفرنسية وبين الجالية المسلمة التي وبحسب الإحصاءات غير الرسمية تصل إلى حوالي 7 ملايين مسلم في فرنسا، والدين الإسلامي هو ثاني دين في هذه الجمهورية العلمانية. شكرا لك مراسلنا محمد الحاج، كنت معنا من باريس. والآن ننتقل إلى أخبار كورونا. تجاوز إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم 55 مليونا بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند في البرازيل وفرنسا، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل
فالهند فالمكسيك. وسجلت روسيا رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات مع رصد 442 حالة وفاة في وقت يزداد الوضع الصحي سوءا في المناطق التي استنفذت فيها طاقات المستشفيات ومستودعات الجثث. وتستبعد السلطات الروسية فرض إغلاق على المستوى الوطني قائلة أن تدابير الإغلاق ستكون ضارة جدا بالاقتصاد. بوتيرة متفاوتة يواصل الفيروس تمدده في عدد غير قليل من دول العالم، أكثر من 529 ألف إصابة جديدة فضلا عما يزيد على 7800 وفاة سجلت خلال 24 ساعة وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية. الفيروس المتنقل ضرب في من ضرب روسيا بقوة، وسجلت سلطاتها الصحية عدداً قياسياً جديداً للوفيات. ورغم انتشار متسارع لوباء كورونا في روسيا وتردي الوضع الصحي في البلاد، إلا أن خيار الإغلاق على المستوى الوطني لا يزال مستبعداً لدى الحكومة لما لذلك من تبعات وخيمة على اقتصادها. في القارة الأوروبية انتشار مقلق في بعض دولها وبارقة أمل في بعضها الآخر تنبعث من انخفاض في معدل الإصابات بعد إجراءات الإغلاق. هذه النمسا تسجل ما يزيد على 10 أضعاف المعدل الذي توقعته السلطات النمساوية، 527 إصابة لكل 100,000 شخص، ما دفع حكومتها لاتخاذ إجراءات أكثر تشدداً وصرامة وإغلاق المطاعم والمتاجر والمدارس حتى 6 ديسمبر. تدابير مواجهة الفيروس كانت ناجعة أيضاً في ألمانيا التي تشهد تراجعاً في مؤشر الإصابات اليومي بحسب ما أعلن معهد كوخ الألماني. أما فرنسا التي يرقد ما يزيد عن 22 ألف مصاب في المستشفيات، 5,000 منهم في وحدات العناية المركزة، تسجل الإصابات اليومية فيها تراجعاً منذ أن فرضت سلطاتها تدابير إغلاق جديدة، بيد أنه من السابق لأوانه التنبؤ بدحر الفيروس كما تقول الحكومة. وفي بارقة أخرى تعزز الأمل في عالم يشهد تفاقماً عشوائياً لأعداد الإصابات، تستعد فرنسا لبدء حملة تلقيح ضد كورونا ابتداءً من يناير المقبل علها توقف عبثيته. رحب مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية بإعلان شركة موديرنا الأمريكية أن لقاحها لفيروس كورونا فعال بنسبة 95%. وكانت كل من شركة موديرنا من جهة وشركة فايزر وبايونتك من الجهة الأخرى قد أعلنت أن لقاحيهما فعال بنسبة تزيد على 90%. فما الفرق بين اللقاحين؟ منظمة الصحة العالمية ترحب بالأنباء المشجعة بشأن التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء كورونا، لكنها تؤكد أن لقاح كورونا لن يقضي بمفرده على الجائحة. جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة موديرنا الأمريكية فعالية لقاحها لفيروس كورونا، والأسبوع الماضي أعلنت شركة فايزر وبايونتك فعالية لقاحهما لكورونا. فما أوجه التشابه والاختلاف بين اللقاحين؟ شركة موديرنا أعلنت أن النتائج الأولية للقاحها لفيروس كورونا أظهرت فعالية بنسبة 94.5%. أما شركة فايزر فأعلنت أن لقاحها التجريبي لكورونا فعال بنسبة تزيد على 90%. اللقاحان مصممان بأساليب مبتكرة وتجريبية جديدة اتبعت في تطويرهما، إذ يعمل اللقاحان بطريقتين متشابهتين، وذلك بحقن جزء من شفرة الفيروس الجينية من أجل تحفيز رد مناعي. لم تعلن الشركتان أي مخاوف من آثار جانبية، ولكن علينا أن نأخذ في الحسبان أن كل العقاقير واللقاحات لا يمكن أن تكون آمنة بالمطلق. أما من ناحية التخزين والنقل، فيبدو أن لقاح موديرنا متفوق على نظيره، إذ يبقى مستقراً بدرجة 20 مئوية تحت الصفر،
مدة قد تصل إلى بضعة شهور، في حين يحتاج لقاح فايزر إلى درجة حرارة تصل إلى 80 تحت الصفر للتخزين. اللقاحان مصممان لكي يؤخذا على جرعتين بفاصل زمني قدره 4 أسابيع في لقاح موديرنا و3 أسابيع في لقاح فايزر. مدة الحماية التي يؤمنها اللقاحان غير معروفة، ووحده الوقت كفيل بكشف هذا الأمر، وما يزال الطريق طويلا أمام اللقاحين، فالصعوبات كبيرة في عملية نقل جرعات اللقاح وتحديات من نوع جديد مع تزايد الثقافة المناهضة للقاحات. وفي خبر عاجل وتصريح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كما يظهر أمامكم على الشاشات، تقول جبهة الشعبية لتحرير فلسطين: عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال ينسف كل جهود المصالحة. إذن بدأت تتوالى ردود الفعل حول عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بما فيها التنسيق الأمني. أيضا حركة الجهاد الإسلامي قالت بأن عودة السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع إسرائيل هو انقلاب على اجتماع الأمناء العامين، وهذا انقلاب على جهود المصالحة. وعودة إلى العربي اليوم بملف كورونا أيضا ماجد. نعم صبا، حيث استؤنفت الدراسة في الجامعات التونسية بعد أكثر من أسبوعين من التعلم عن بعد. وفرض ارتفاع انتشار وباء كورونا آلية التعليم عن بعد، لكن ضعف خدمات الانترنت ونقص الاستعداد التقني في الجامعات والمعاهد العليا حالة دون نجاح التجربة. عادوا إلى الجامعات بعد أسبوعين من الدراسة عن بعد، تجربة جديدة فرضها فيروس كورونا على الطلبة في تونس صارت كابوسا بالنسبة لمعظمهم. ضعف الخدمات وندرة التقنيات المتوفرة جعلا من التعليم عن بعد عائقا جديا أمام عدد كبير منهم. رغم أنه حمينا رواحنا من فيروس كورونا وانتشار الفيروس، إلا أنه في برشا سلبيات، منها أنه عدم تكافؤ الفرص، فما ناس ما عندهمش أجهزة وما عندهمش الإمكانيات اللازمة باش ينجموا يقراوا عن بعد. يبدأ ما عندكش أنت مثلا بي سي، ما برشا برشا صعوبات تواجهك، فما بلايص هذا الانترنت تكون فيهم ضعيفة ما تنجمش، معناها اشطر الكلام تسمع واشطر الكلام ما تسمعوش، برشا برشا مشاكل. الصعوبات التي تواجه الطلبة تؤرق الأساتذة أيضا. نلتقي سمية برجب الأستاذة في معهد الصحافة وعلوم الأعلام، تقول إن تجربة التدريس عن بعد لم تكن موفقة بالشكل المطلوب وتستدعي مزيدا من المراجعة. نحاول نحن قدر الإمكان أن نقرب الصورة إلى الطالب، أن نساعده على إنجاز الدرس، على فهم الدرس، ولكن بعض الطلبة لا يتقبلون العمل عن بعد أو الدراسة عن بعد كما يتقبلونها في الدرس الحضوري. لقد كشفت أزمة كورونا عن ضعف التجهيزات والخدمات في معظم المؤسسات التربوية التي تفتقر إلى منصات تعليم رقمية، ما يجعل التعلم عن بعد أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة لكثيرين هنا في تونس. يعيش الطلبة الجامعيون صعوبات متفاوتة بسبب الهوة التي فرضها التعليم عن بعد في ظل الوباء. وباء كشف عن مشاكل عميقة، ربما أدقها غياب التنمية المتوازنة ليس بين المدينة والمناطق الريفية فحسب، بل بين المدن وداخلها أيضا. أميرة مهذب، العربي، تونس. إلى العراق، حيث تستمر الاعتصامات والتظاهرات لخريجي الجامعات العراقية أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد في محاولة للضغط على الحكومة ورئيسها لتنفيذ المطالب بتوفير فرص عمل لهم. دون ملل وأمام هذه البوابة المؤدية إلى المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة العراقية تستمر تظاهرات الخريجين، فمطالبهم لم تنفذ حتى اللحظة. إلى متى التهميش والإقصاء الهاي؟ يعني ثاني أعلى درجة بالعراق وللأسف مفترش الرصيف. اليوم نتفاجأ أنه نجي نتجمع هناك
كل احنا كل مده عندنا تصعيد على احدى البوابات، نجي هنا اليوم ننصدم انه السيد رئيس الوزراء منطيهم امر انه اذا تجاوزوا الشارع اقمعوهم. 6 أشهر إذن من عمر حكومة مصطفى الكاظمي المؤقتة، ورقعة التحديات أمام الرجل تتسع. الأزمة المالية التي تهدد بإفلاس البلاد ووباء كورونا والأزمة السياسية والأمنية المتلاحقة كلها عقبات تحول دون تنفيذ الكاظمي أولوياته التي يقول إنه تولى المنصب من أجلها. مكافحة الفساد وسيطرة الدولة على سلاح الميليشيات المنفلت وحماية التظاهرات وتنفيذ مطالبها وتهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة هي من ضمن أولويات 9 وعد الكاظمي بتحقيقها، لكنها تخضع للاتفاقات السياسية بالدرجة الأولى كما يقول مراقبون. استطاع الكاظمي حقيقة إبعاد جماعات الضغط من القرار السياسي العراقي، ومن ثم الشروع بتلبية مطالب المتظاهرين، أهمها هو إلزام مجلس النواب بإجراء الانتخابات المبكرة وإن كانت هنالك أزمة مالية. تهيئة الأجواء للانتخابات المبكرة الشغل الشاغل للكاظمي، فهي قد تعتبر الإنجاز الأهم في حال اجتيازها ضمن المواقيت الزمنية التي حددت لإجرائها أواسط العام المقبل. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. أثرت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان في العمالة الوافدة فيه، فغالبية هؤلاء بما فيهم المصريون اتخذوا قرارهم بمغادرة لبنان بمجرد حل بعض القضايا العالقة. ولا يرى هؤلاء جدوى من عملهم في لبنان في ظل ارتفاع سعر الدولار الذي بات يؤثر في تحويلاتهم من العملة الأجنبية إلى ذويهم في مصر. اي اكيد اكيد طبعا اكيد اذا استمر الوضع كده اكيد كلنا راح ننزل، يعني تقريبا شي 70% من المصريين اللي هون نزلوا هم السابقون ونحن اللاحقون، يقول جابر. الى لبنان وصل الشاب المصري، وصل مع الالاف ليطفئ نيران الفقر في بلده ببيع المحروقات في بلد اخر. فكان اشتعال سعر صرف الدولار اشد قسوه، وزاد المشهد ضبابية. كان معظم المعاشات 400 500 فيه أكتر، حاليا دلوقتي بقى أكتر واحد ممكن بيوفر 100 دولار بالشهر، أكتر شيء 100 دولار بالشهر. النهاردة الدولار ب7 شوية بيطلع 8 9، فباجي أحسبها بالله قعدتنا هون يعني حرام. لا ترهب الكاميرا عاملا وافدا، فليس لديه ما يخشاه أو يخسره، لكن أرباب العمل عادة ما يتجنبونها. هم يخشون الملاحقة القانونية، فمعظم العمال هنا غير قانونيين كما أسروا لنا بعيدا عن العدسات. لعقود سارت العمالة المصرية على الطريق إلى لبنان، واليوم يسيرون على الطريق نفسه لكن بالاتجاه المعاكس. بين أرقام وزارة العمل اللبنانية التي تصرح ب 21,690 عامل مصري في لبنان شرعي لا نراهم في لبنان، وبين الأرقام الغير دقيقة لعمال مصريين غير شرعيين موجودين على محطات الوقود في لبنان يتحملون إخفاقات الخطط الاقتصادية الفاشلة. أفق اقتصادي مجهول وخطط إصلاحية لا تهتم بأحلام هؤلاء. ترتفع أرقام العدادات هذه فتنخفض أحلام العمالة الوافدة في بلد ما عاد يصلح للأحلام كما يقول أبناؤه الذين يرزحون تحت أقسى الأزمات السياسية والاقتصادية. أحمد الهاشمي، العربي، بيروت. احتج آلاف المتظاهرين في محيط ساحة الديمقراطية في تايلاند وسط بانكوك للمطالبة بتعزيز الديمقراطية. ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب عام 2014 والحد من صلاحيات الملك الدستورية. استقالة الحكومة التايلندية على رأس مطالب الشارع الغاضب. في العاصمة بانكوك شارك آلاف التايلنديين في مظاهرات عارمة أمام البرلمان أثناء جلسة لنوابه تطالب باستقالة الحكومة وإدخال تعديلات على النظام الملكي بهدف كبح صلاحيات الملك وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات وإصلاحات، وخصوصا بشأن مجلس الشيوخ القريب من الجيش حسب اللافتات والهتافات الواردة من هناك. مطالب لم تتأخر عناصر الأمن من مواجهتها بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع
لمنع المتظاهرين الاقتراب من البرلمان. لست متأكدا ما إذا استخدموا الغاز المسيل للدموع أو أي شيء آخر، لكن عندما أتنفس يحرق. في تحدي صريح للملكية من دعاة الديمقراطية بقيادة الحركة المؤيدة لها التي يقودها الطلاب، حققت بعض الخروقات في مواجهة رجال الشرطة واستطاعت إزالة بعض الحواجز ما رفع وتيرة المواجهة التي أسفرت عن إصابات. أصيب الكثير من الناس، كثير منهم في سيارة الإسعاف. نحن هنا فقط للدعوة إلى الديمقراطية. لماذا يحتاجون إلى رشنا بالماء؟ أنا لا أفهم. المحتجون صعدوا مطالبهم ضد الملكية وهتفوا يسقط نظام الإقطاع، يحيى الشعب، أمام البرلمان الذي خرج العديد من نوابه من داخله لمراقبة الاحتجاجات ومحاولة حث الشرطة على عدم قمع المتظاهرين بشدة. حاجز انتقاد الملكية الذي كان محظورا قد انتهك وأصبح على لسان المحتجين الذين أخذت احتجاجاتهم تتنامى منذ منتصف يوليو الماضي، على ذلك يعيد لهم الثقة بدولتهم من جديد. وقعت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا في مجال الطيران لضمان استمرار الرحلات بين البلدين في العام المقبل، ليحل محل اتفاق سابق شمل بريطانيا حين كانت ضمن الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة النقد البريطانية في بيان إن اتفاق الخدمات الجوية الجديد يأتي قبل انقضاء الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الجاري، حين تنتهي عضويتها غير الرسمية في التكتل. وأضاف البيان أن الترتيب سيحل محل اتفاق الاتحاد الأوروبي الحالي من أجل استمرار الرحلات. ونختتم العربي اليوم بفيديو من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. وفيديو اليوم يتطرق إلى ترويج طيران الاتحاد الإماراتي للهيكل الإسرائيلي المزعوم على حساب طمس التراث الفلسطيني. If you're dreaming of visiting a place where every corner tells a story, then let me take you to Tel Aviv today. Much to be amused about. You will find Mediterranean and Middle Eastern influences as you browse through a menu in a restaurant in Tel Aviv.